بدءاً لابد أن نحيي المرأة العراقية، بناتنا الجميلات كما أطلقت الدكتورة ندى التظاهرة أو المسيرة الناعمة الرقيقة اللطيفة القوية بنفس الوقت. اليوم كانت هناك مسيرة بنفسجية وردية في ساحة التحرير ببغداد وأيضاً بساحة التظاهر في محافظاتنا العزيزة. بالفعل المرأة سجلت حضور لافت، حضور قوي، حضور فعال، أثبتت جدارة وأثبتت مكانتها بالمجتمع ومكانتها بساحة التحرير. المحرك الحقيقي، أما المحرك الحقيقي لتواجد المرأة فبالتأكيد وطنيتها، شعورها بالانتماء لهذا الأرض. اليوم الإنسان أن أشعر الوطنية موجودة بدمائنا، انتماءنا لهذا الوطن هو شيء فطري، فانطلاقا من شعورها بوطنيتها كان هو المحرك الأساس، بالإضافة إلى محرك مهم آخر وهو